تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار من توقيف المشتبه فيه في القضية القتل العمدي التي راح ضحيتها قاصر في 17 من العمر. تاريخ الوقائع كانت بداية الشهر الجاري عندما قام المشتبه فيه بالاعتداء بسلاح أبيض على ضحية قاصر على مستوى حي الجرف باب الزوار، أين لفظ الضحية أنفسه الأخيرة بمستشفى سليم زمرلي. على الفور قامت مصالحنا باختار النيابة المختصة إقليميا التي أمرت بفتح تحقيق في القضية ليتم تكثيف الأبحاث باستعمال كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية المتاحة من أجل إيقاف الفاعل. وبعد تمديد الاختصاص القضائي إلى إقليم اختصاص إحدى الولايات الغربية الساحلية تم إيقاف المشتبه فيه يتأهب للهجرة الغير الشرعية من التراب الوطني بمساعدة أشخاص آخرين. التحريات في القضية أسفرت عن حجز أداة الجريمة المتمثل في سلاح أبيض من الحجم الكبير، حجز هاتفين نقالين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار، التستر، عدم التبليغ وتقديم يد المساعدة وإيواء مجرم فار من العدالة مع محاولة الهجرة الغير الشرعية.